النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب، اهلا بحضرتك معنا. سيادتك شرفت سيادتك، انا هيثم بيزا الصح. تابعنا احتفال وتابعنا ايضا مكاشفه ومصارحه وحديث صادق من الرئيس للشعب المصري كله على الظروف الحاليه والسابقه وايضا الامال والاحلام المكلله بجهود لتحقيقها خلال الفتره القادمه. ستنا هذا هو ما يعني الحقيقه حسبنا دائما مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما وابدا يدعونا لافتتاحات حاجات عملاقه جدا بيتم العمل فيها في شهور وربما سنوات، وفجاه في لحظات يدعو النواب والوزراء وكافة المعنيين في الدولة لكي يشهدوا هذا الافتتاح. الحقيقة يعني احنا النهاردة انبهرنا جدا، لان احنا ما كناش متخيلين حجم هذا الجهد وحجم هذا العطاء اللي حصل من وزارة النقل. الحقيقة انا يعني بنشكر سيادة الوزير على الفريق كامل على هذا المجهود الضخم عشان نقدر نحول مصر كالحقيقة واحدة من اهم المناطق الاستراتيجية المرتبطة بالملاحة البحرية، ولا سيما الحقيقة يعني التجارة العالمية. عايزين نستقطع نموذج اكبر من كده، لان عشر التجارة العالمية بتعدي من مصر حقيقة، ونصيبنا فيها مش كبير لان ما كانش عندنا اي موانئ يعتبر في جمهورية مصر العربية بصراحة. هذا الميناء الذي نقف فيه الان، انا جيته من حوالي 15 سنة بس في زيارة عابرة لظرف حاجة بجيبها استيراد، يعني كان ربع المساحة اللي احنا فيها النهاردة وما كانتش بالاداء ده ولا التطوير ده. الحقيقه النهارده احنا بنتفرج على منظمه كبيره جدا زيه زي اي ميناء كبير جدا شفناه في اوروبا وفي الدول المتقدمه. الحقيقه فكره تطوير ميناء يعني العريش، ميناء السخنه، ميناء بورسعيد، شفنا تطوير رهيب جدا وهائل. الحقيقه حقيقي الفلوس اللي اتدفعت في الكلام ده تستاهل انها كانت تدفع، المردود هيبقى كبير جدا. شفنا الشركات العالميه اللي كانت حاضره معانا النهارده قد ايه سعيده ورايهم فينا قد ايه بنطور وقد ايه احنا جاديين في التطوير.